انا تحملت المسؤولية وقلت عندي دليل، وانا مانيش يعني بدرجة السذاجة هكذا نقولوا في اللغة، مانيش بدرجة السذاجة اللي نحب نثبت تورط طرف ما برسالة نصية. رسالة نصية ثبتت انه كان فيه رسالة نصية وامور اخرى، ثبتت انه كان فيه اتصال، كان اتصال مع حاكم رسمي، لكن كاين امور اخرى من وراء الرسالة. حتى الجمهور الرياضي يفهم، الجمهور الرياضي ما نقدروش نمدوا له ادله في الصحافه. يعني انا اليوم نعرف الجمهور الرياضي الجزائري وجمهور الكره، جمهور يعرف الامور، يعرف يقدر الامور، ما نقدروش نمدوا ادله تاع قضيه هامه في الصحافه. كاين ادله، العداله يا اخي، العداله اللي تقدر، هي تقدر، او انا واثق من الادله اللي عندي. وحتى القضيه هذه، لانه انا نقول القضيه هذه تاع اليوم تاع التلاعب في محاضر رسميه او تلاعب في موقع رسمي لهيئه رسميه، قضيه اخطر بكثير من ضغوطات، ومن القضيه اخطر بكثير. وانا قلت لك هذا وعد قطعته على نفسي، وعد قطعته للجمهور الرياضي، والله نروح معاهم لاخر نفس، اخر نفس. والجمهور كما قلت من قبل، الجمهور الرياضي راح يكون شاهد على باقي اطوار القضيه هذه.